جمعتنا يا جليل المجامع. تأدب إذا ذكرت صحب خير من وطئ الثرى، تأدب إذا ذكرت أسدا لتخشى سوح الوغى. رجال صدقوا عهدهم مع الذي على العرش استوى، طلاب الجنة بحبهم قلبي تأثرى. الصحابة الشرك وعلن العصيان. ارحمنا ربي بختم الانبياء محمد ابن عبد الله، ونزل الوحي من السماء. حل السيرة حاول تقراها بالتفصيل، نتحداك كان قلبك ما يدقش ودمعك ما يسيل. مهما يصير ثبتنا ربي على الاسلام، وصلي وسلم وبارك على خير الانام. برشا كلام جاي باش نقول، مخك يحبس كان تعرف صحابة الرسول. رجاله والراجل واحد منهم بلف، كان نحكي لك عليهم كل لازم يالبوم نالف. متحلف جيت نقدم متى يسر، يا ربي يحلو لي عقدة من لساني باش نقدم فسر. الليسته طويله وعريضه مش سهل تتسكر، خليني استفتح بابا بكر. رفيق الاول ثاني ثاني في الغار، عاش معاه المشاهد كله حاضر معاه اللي صار. صدق المبعوث ودعمك كلها جذده، ودفع ماله كله تصدق بما غير ما عدو. بعد وفاة الرسول الاعداء اشتدوا، واللي زاد الطين بلى ان بشر تدوا. خليفة الاول ولو ما يكون تشهدوا، قف بالمرصد وقص الدين اللي حبوا يتمدوا. نتعدوا اللي بعده ينطر كان صواب، عنده نظرة متاع عقاب تفرس حتى نهار الضباب. ابليس كيشوفه بالرعب يتصاب، هو الخليفة الثاني الفاروق عمر الخطاب. صحيح قلبه في راسه وبصيرة، في عهده تحلت المشاكل كبيرة وصغيرة. الخير احضر واكثر ومقعد حد الشر، الاسلام انتشر في عهدك يا عمر. نكمل نختصر ونحاول نوضح ونبين، نخدم لك صحابي معروف بقلبه الحنين. مناسب الرسول في بلاده الاثنين، رضي الله عن عثمان بن عفان ذي النورين. من سادة قريش وراجل اعمال، جند بفلوس وجيش كامل لنصرة الرحمن. صوام قوام كريم وطب وحشام، تقتل السيف مغروس في ظهره في يده قرآن. ليت الزمن يعود نشوف الاسود تخوده، اذا ذكرته اصاب العقول شروده. كلامه يقوده مهاب حتى في سكوته، امير المؤمنين علي بذي في قرية سودو. انهزك في نجمة جمت الطير لكي ترى، جلة وقوة وبأسا وسيطرة. شاعر فارس ليث مبارس، اذا حمي الوادي سيفضها كان حيدرة. نبعد بيك بعيد ونزيد نتوسع في الكلام، ونحكي لك على صنديق اسمه زبير بن العوام. فعيل حقيقة هذا تاريخ مش كلام، هنا ليس هوليوود هنا قادة الاسلام. انهار بدر والوجوه من الخوف تتبدل، هبط واحد من الكفار مدجج بالحديد يقتل. خرج الزبير بعد ما شاور الرسول، ضربوا ضربة قسمته في زوز من راس لسلسول. الحديث يطول الاحبار سخون، ركز مع سطور مازال بنقول، وقول الله احسن قول. موضوع ما نبدل وقعدنا في بدر، قريش هبطت بالثقة يا رب الخير تقدر. الخطر واضح يا النصرة يا الجبانة، اشغل الرسول شد السيف وقال شكون ياخذوا برزانة. زعما شكون لها غير بدو جانا، بدا يجز في المشركين والريوس تتدانى. شد جاك الزحف خرج بغادي حمزة، صيد الاسود يفهم الرسول الغمزة. عمل لقطة مستحيل تتنسى، ضرب واحد ضربة من قوة تسق وطارت للسماء. وجاك لي بعدو شمتها في العدو، من عمرو بن معدي يقرب الكفار ترعدو. فارس العرب في الجاهلية والاسلام، وصل في اليمن على سيف الصمصام المسمام. يصول ويجول وكيثور الحصون يهدم، في عركة نهاوند رجال توخر هو يقدم. كي لحقوا عليه الجوشاد براس الكافر من ذيله، وليد الاخرى بالسيف ما تعودلوش اللي تعطيله. يعطي ربي بنادم تكاوى كان باص، كيما مرة تسلكها بسلاحك مرة في دماغك الخلاص. ممكن تنجم متعد شعر الراس، ما مستحيل تجيب يدهية كيما عمر بن العاص. تأدب إذا ذكرت صحب خير من وطئ الثرى، تأدب إذا ذكرت أسدا لتخشى سوح الوغى. رجال صدقوا عهدهم مع الذي على العرش استوى، طلاب الجنة بحبهم قلبي تأثرى. المحتوى نعطيك عليها
كلينتين الرسول نصر صفوف جيش المسلمين لبس الدرع متاعه وحب يقود الغزوة والصحابة ما خلوهش يخرج خاطرهم عليه خايفين صارت السرايا على نصرة الدين عزمين لي راكب راكب واللي شاد الدنيا عالساقين وصل الموتى ولا رجوع للخلف عمرك سمعت بثلاث آلاف محارب ضد 200,000 شد الراية سيد ابن الحارثة قلبك صح من الأحجار يصدم تصير كارثة اضرب اضرب للاخر وما وخر وما حبس كمان فاس تقطعه بالموت شخر سخر ربي وهز الراية جعفر الطيارة مقدم لي جندل ويفلك فريوس الكفارة احديد بحديد شوف شاش تاركي العصار ينوط في الخبرة ويقول في الأشعار يا حبذا الجنة واقترابها طيبة وبارد شرابها والرمول منها قدنا عذابها علي أن لقيتها ذرابها قاتل حتى ليلة قصيده الزوز وما سلم في الراية كما تغرس بين وضلوع الموس وقتها صارت معجزات النبي المهاجر واقف في المدينة يصفلهم في المشهد على المباشر لا علينا وخلي نرجعكم للساحة لاح جعفر هز الراية عبد الله بن رواحة النار تطير من عينيه والفرس عقرها ضرب للصباح والحرب اللي بداها كملها قتل وشرد في صليبي حتى تقتله والراية طاحت يا لطيف زعما شنو الحل شكون لها زعما شكون لها زعما شكون زعما شكون زعما شكون زعما شكون خالد بن الوليد وقوة لله وحده مشعل الحروب يمر بكل جيوش زحفه مقاتل من الطراز الاول رشحته وكم تزلزلت عروش المشرقين تحته بنظرة متاع نصر لقى الحلوين وقلب اليمين على يسار الجيش واليسار على يمينه ضرب حتى رأى العدو يهينه وحدة وحدة جبد مقاتليه ومنع دينه يركب الفرس طرح فم يوفا الراجل في اليرموك كسرت فيدو تسعة سيوفا كي مرة قتل هو وضرار ابن الاسور ضد جيش حرم رم والصورة هم تشوفة حق لميمة يوفا قصص ما زالت مرصوفة والنصر عمرها ما تجيبوا لجال المرخوفة رجال نصرة الرسول وما خافت المهالك اي جمالة نحكي لك عن براء ابن مالك اشعث اخبار تشوفه تحير خياله يدعي ربي يزيديه يتكفل اللي قالوا نهار اليمامة والضرب كان عنيف البراء طيح قاد واحد مبارزة بالسيف لسان ما تعب وقلم شب شد ثنية انهزكوا بالمرة هذه معايا للقادسية من اقوى المعارك اللي صارت في الدنيا حرب ضروس بين المسلمين والدولة الفارسية والصحابة قدام الكبار فاصة فاص ويقولها تحت قيادة سعد بن ابي الوقاص خال الرسول معروف بكنفاص بين عرب اكثر واحد في التكمير مسمينه القناص كي العادة المسلمين قلة 30 ضد 120,000 بالفيلة ونزلت التعليمات من قيادة اربع تكبيرات بعدها اما نصر او شهادة تكبيرة الاولى متاع سلان السيوف وجاهزية في الثانية رجال تخرج للمبارزة الفردية خرج ربيعة بن عثمان وعمر بن يثرب غالب بن عبد الله وعمر بن معدي يقرب خرجوا لهم اربعة من اقوى ما جيش الفرس عنده ثلاثة مشا وتروف تروف والرابع قطع بجلده يقوم جيش الكفار ما غير سابق انفار يهجم على المسلمين من اليمين بفيلة كبار طاح من الصحابة اكثر من الف قتيل سي نورمال قولي كيفاش البشر اللي يحارب فيل خرج عاصم التميمي بكتيبة فرسان عزم يطيح حسنا دخل فيلة ويقص الاحبال وبين كرو فرت عدى نهار الاول من كثرة القتلة الارض بدات بالاحمر تتلون هما هكاك وجا اخبر ينسي الخساير وحس حفر الخير تطربق من بعيد كيش طاير هشت عندك وتو بدا الصراع وصلت كتيبة الموت وعلى راسي القعقاع طلب من الجيش يخشوا عشرة عشرة باش يبانوا برشا في عيون الكفار والقلوب يرعشها مرقدش ثلاث ايام وهو على الفرس جالس وملي وصل له هبط وقال هل من مبارز هبط له قائد كبير ومعروف ضبط القعقاع كسر ظهره وشد بحوك الخروف وبدا يزز فيهم واحد بعد واحد قيادات عسكرية كبيرة تجنزت وطاحت وبدا الصدام النهار الثاني وتمين شرطله ونفذ القعقاع الخطة متاعه على الفجلة خوفها بجمال كيف غطاها بخطوة وقتل اكبر فيل فيهم وبدات الانتصارات النهار الثالث والرابع على التوالي المسلمين تزحف وما وخرتهاش التالي ضرب ولا يقوى والصحابة تصدم وربحوا القادسية وقتلوا قائدهم رستم سبحان ربي ديما بعد العسر يسرى مهما يسرى العظم يتجبر بعد الكسرة تمشي الخسرة الحسرة لازم منها وسخة ماشي كثرة تجيب النصرة وصدق الرسول كي وعدهم بعرش كسرة الحديث طويل وعليكم ما نحب نكون رزين جيت نوصل الصورة ونوضحها للجيل كبير كبير على مر العصور علم التاريخ وقر على صحابة الرسول تأدب إذا ذكرت صحب خير من وطئ الثرى تأدب إذا ذكرت أسدا لتخشى سوح الوغى رجال صدقوا عهدهم مع الذي على العرش استوى طلاب الجنة بحبهم قلبي تأثر